ميكس بيزنس برعاية معاهد وول ستريت انجليش. يا اهلا يا اهلا ويا سهلا يا سهلا ويا مرحبا بكم ببرنامج ميكس بيزنس مع حلمي، كل يوم اثنين الساعة 2. واليوم معنا ضيف، يعني نحن محظوظين جدا 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 بحضوره شخصيا عندنا اليوم. حلقة مسجلة صح، بس فرحانين جدا بقدومه معنا في الاستديو الان، الاعلامي الكبير والمعروف الاستاذ تركي الدخيل وصاحب دار مدارك للنشر. استاذ تركي اهلا وسهلا بك معنا لاول مرة في البرنامج. أهلا وسهلا فيك أستاذ حلمي وبالسيدات والسادة المستمعين. الله يحييك ويحييك أستاذ تركي الدخيل. ما شاء الله مسيرتك الإعلامية طويلة، أكثر من 20 سنة الآن، ما شاء الله أكثر يعني حوالي شوي ما شاء الله، ما بين صحافة، ما بين تلفزيون، حتى راديو، كتب، مقالات، يعني ما شاء الله معنى كلمة الإعلامي الشامل. يعني مو زي اللي مسوي له برنامج راديو سماه ميكس بيزنس سمى نفسه إعلامي، ما أدري دول الناس كيف يسمون نفسهم إعلاميين يعني. لكن من الأشياء اللي يقولون عنك يا أستاذ تركي إنك، أنا ما أفهمها معناها، بس يعني بسألك أنت، ليبرالي، إيش يعني ليبرالي أصلا دي؟ هذه أكلة؟ والله ما أدري أنا، يعني قلت لها علاقة بالأكل؟ ما أعرف. شوف أستاذ حلمي، في إشكالية أنه صرنا مجتمع يحفل كثيرا بالتصنيفات. صار الناس ما عندها استعداد تبذل جهد للتعرف على من هو سيم من الناس من خلال القراءة له أو متابعته وفرز ما يقول من آراء وتحليلها وتصنيفها هل هي جيدة ولا لا. فصار خلاص فيه قوالب جاهزة، أنا أحطك بالقالب رقم ألف فبالتالي أنت معي، أحطك بالقالب رقم باء بالتالي أنت ضدي، وهكذا. أعتقد أنه في تسطيح كثير لكثير من الأفكار، وفي بالإضافة للسطحية في التعاطي مع هالفكرة، في إشكالية أنه هذه هي تعبير حقيقي عن أن كثير مننا مجتمع كسول لا يريد أن يبذل جهد لاكتشاف الأشياء. فأضرب لك مثال، تجي تلقى واحد يقرأ في كتاب، ما تلقى مثلا أسألك أنا أقول لك أستاذ حلمي إيش الكتاب اللي تقرأ، تقول والله خليني أخلص وعيرك إياه، أقول لك لا 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 تعني، عطني باختصار من الآخر وش عطيني الزبدة الزبدة الزبدة. فحرصنا على هذه الزبد الخفيفة علشان ما استكشف بنفسي وأعرف ما أبذل جهد وأستكشف بنفسي وأحاول أخذ المعلومات وأحللها. ما عاد في الآن يعني مستويات الجهل اللي كانت موجودة قبل سنوات طويلة لم تعد موجود. الناس تعرف تقرأ، عندها الحد الأدنى من المعلومات، عندها ما يكفيها لمعرفة الحلال والحرام الحد الأدنى. احنا نتعلم معلومات دينية الحمد لله خصوصا في السعودية من يبدأ الواحد قبل أن يدخل المدرسة الابتدائية وحتى ينتهي من الجامعة، أنت تسمع المعلومة الدينية مكثفة أحيانا أكثر من اللازم في الراديو وفي التلفزيون وفي الشارع في البيت وفي المسجد وفي البيت وفي كل مكان. صحيح. طيب الناس ما عندها قدرة على الفرز؟ إلا طبعا. إذا كل هذه المعلومات ما أقدر أقرأ أنا والله مقال الفلان أعرف أنه صح ولا لا، وأختلف معه ولا ما أختلف معه، ليش أنا مضطر أني أصنف الناس تصنيفات؟ لما نجي للتعريفات ستجد أنه التعريفات مش موجودة أساسا. طب ليه يحب الناس يصنفوا؟ أسهل ذهنيا فرز. كيف يعني؟ أنت الهلالي ولا نصراوي، اتحادي ولا مدري شلون، ايه؟ تحب السمك ولا تحب اللحمة، تحب مدري شلون. فأسهل النوعات، أسهل لي عشان أفرز بسرعة. ما أجلس أبذل جهد في التحليل. أيوة. والمفروض أن احنا نجرد الإنسان من أي التصنيفات. موجودة بطبيعة الحال. ايه؟ في ناس ممكن تصنفهم في قوالب طبيعية، تصنيفات الجنسيات، أنت سعودي وهذا مصري وهذا إماراتي وهكذا. ايه؟ هذه تصنيفات موجودة. ايه؟ بطبيعة الحال. بس هذه التصنيفات لا تحمل مواقف. ايه؟ المشكلة بالتصنيفات التي تحمل مواقف. ايه؟ إذا كنت أنت مثلاً تحب السمك فلأني أحب اللحم يجب أن أقف منك موقف معادي. أيه؟ وأصير ما أحبك لأنه أنت عندك هذا الموقف. ما أقول والله تعال أنت عندك هذا الرأي، هذا الرأي يعجبني، الرأي الثاني ما يعجبني، والله ما أشوفه مناسب، هذا أنا أختلف معه خلاف أصلي، هذا أختلف معه خلاف جزئي. في خلاف اسمه خلاف تنوع، وفي خلاف اسمه خلاف تضاد. خلاف التنوع الأمزجة الأمزجة أي الأمزجة الأذواق، هذه كلها خلافات تنوع. أيه صحيح.
خلافات التضاد اللي في الحقائق. الشمس تشرق من المشرق. ما أقدر أقول لك لما أقول لك إنها تشرق من المغرب هذا ما يصير خلاف تنوع. هذا خلاف تضاد. هذه حقيقة. حقيقة. لا شيء داعي. مشكلتنا نخلط دائما بين الحقائق وبين الآراء. الحقائق لا يختلف عليها أحد. مثل المعادلات الرياضية. واحد زائد واحد تساوي اثنين. ما يمكن إذا أنا مرتاح مزاجي أسويها ثلاثة. أو لأني أحب الرقم أربعة أخليها أربعة. أنت تقول إنه دحين الناس لازم يكتشفوا الشخصيات اللي أمامهم عشان لا يصنفوهم. أنا ما أقول لازم، ما في شيء لازم. مو لازم. بس أقول لا نصنف. إذا أردت أن تكون أكثر مصداقية وتصير يعني تحكم على الشيء بناء على تصوره، خذ وقتك، استنفذ وقتك في أنك تشوف تسمع الرأي، تحلله وتحكم بنفسك، تحكم عليه. بس ما تأخذ أشياء جاهزة. هل أنت يا أستاذ تركي اكتشفت نفسك؟ عرفت نفسك؟ صنفت نفسك؟ والله أنا أول شيء اكتشفت نفسك غير صنفت نفسك. أظن أني اكتشفت نفسي. ومع ذلك عملية اكتشاف النفس هي عملية طويلة المدى، ما تصير بين يوم وليلة. فأنت تكتشف شغلات اليوم، وغدا تكتشف شغلات جديدة، في شغلات متغيرة تكتشفها، في شغلات تنشأ معك على كبر. مثل بعض الهوايات. في هوايات تنشأ معك من شبابك أو من صغرك. في هوايات تأتيك على كبر. فهذه أظن أن هذا واحد من مكامن الجمال في الحياة، أن تظل تبحث عن نفسك وتحاول أن تعدل مساراتك وتتطور وتكتشف. والآن تحس أنك أنت متصالح مع نفسك، يعني مبسوط من الاكتشاف؟ أنا مستمتع بحواري معك، فأحس أنه واحد من معالم التصالح مع نفسك. على سيرة، أنت قلت أنه الناس تختلف، ناس تحب لحم، ناس تحب دجاج. أنت إيش تحب، لحم ولا دجاج؟ أحب كلش، أنا ما عندي مشكلة. ما أفهمت. جربت أكلت هذا الضب؟ ما ضب وأكلت من زمان. لا مشوي ولا يكسوه كيف الضب؟ إيه والله يظن واحد طبخه كبسة. أيه. عملوا على كبسة يعني. وكلته عادي. كلته أول مرة استغربته، بس إني أنا مع الوقت هذه واحدة من الشغلات اللي تقول مع الاكتشاف. إيه. ما عاد صرت كراه في الأكل. كراه ما عادي يعني. كنت أول عندي مواقف مسبقة. أيه. هذا ما يعجبني وهذا ما يجوز. لأنك كنت أنت يعني دب. أنا كنت سمين. نعم. دب كتكوت يعني حلو بقى. يعني لا يعني أنا أقول ما عندي مشكلة إنك تقولها، ولا أنا عندي مشكلة إني أنا أستخدمها، لكن أعتقد إنه فيها شكل من أشكال الاحتقار الكلمة. الربط بالحيوانات في ثقافتنا، خصوصا الحيوانات اللي نصنف الحيوانات نوعين، في حيوانات عندنا مشرفة وفي حيوانات غير مشرفة. صحيح. غير زي الأحصنة والحصان الصقر، هذول نعتبرها شيء عادي. بس لو يجي واحد يقول لك يا أخي أنت زي البسة، ما تحس إنه الغربيين يمكن عندهم إنه كيوتيكات مثلا البسة، بس عندنا لا، الدب ما يصنف على إنه بس الناس تحب دباديب وكذا. هالحين صاروا الأيام ما كانوا يحبوه. أنا ما عندي مشكلة مع التصنيف. أنا شخصيا وأعتقد أني تجاوزت الأزمة ذي من خلال حتى كتابي. مشهور هو أشهر ما شاء الله كتاب ما شاء الله. لكن ذكريات سمين سابق. ذكريات سمين سابق. لكن أعتقد أنه كثير من الناس من الإساءة لهم أنك تصف السمين بأنه. وكنت أقول أني قمت الكتاب كله على فكرة رئيسية، ذكريات سمين سابق، وهي أننا لدينا مواقف عنصرية من المختلف. عندنا عنصرية من المختلف إذا كان قصيرا، إذا كان لون بشرته مختلفة، إذا كان شكله مختلف، إذا كان وزنه مختلف. حتى على فكرة هناك عنصرية تجاه المختلف النحيف. أوه. إذا كان نحيف جدا. أيوه. يا صح. فالفكرة أنه المجتمع يستمر لا يعبأ كثيرا بمشاعر الشخص المقابل ويستلمه تريقة. ما يستلمه تريقة على سبيل مداعبة لطيفة، لا الحش، على سبيل الإيذاء. أنه لا يعبأ بمشاعر هذا الشخص. وبالتالي وانت عصرت هذه زمان؟ صحيح عصرتها. وأظن أنه حتى أتجاوز أزمة أنه واحد ثاني يتريق عليك، كنت أنا أقول بيدي لا بيدي عمرو. فأنت تتريق على نفسك. أي. فيجي واحد يقول لي أنت دب، قلت له يدب وبنفجر. بقي لي أربعة شو اسمه، 4 كيلو وبنفجر، عندك شيء؟ كانت القصة هي محاولة أن أنا أخذ بزمام الأمور علشان ما يجي لحد من. لكن الحقيقة أنه إحنا عندنا إشكالية في هذا الموضوع. صحيح. فكرة أننا لا نتعاطى مع المختلف ليس من حق أحد
انه يقول لك ليش انت سمين الا اذا كان شريك حياتك زوجتك لانه شريكك اي او انت تقول لزوجتك والله يا حبيبتي عشان صحتي شوي عشان صحتك او انا احسك اكثر جمالا لما تصيرين زي كذا فتصير شغله من خلال تفاهم لكن واحد والله ما له علاقه فيك ولا يوكلك ولا يشربك ولا له اي علاقه فيك ولا له علاقه احيانا لو شغلك مثلا يقتضي انه والله تحتاج الموظف اللي يشتغل معك انه ينحف تقول له انا احتاج انك تنزل وزنك عشان تقدر تتواكب مع متطلبات العمل بس غير كذا مالك علاقة ومع ذلك تجد اننا نرسل نصائح فارغة بلا معنى فتشوف واحد منكم خير الله يا اخي عينك ايوه تنحف يعني ايوه ولا هو اللي في يده في المويه مو زي ده في النار صحيح اللي شحمه في أيوة صحيح الحوار ممتع مع ملك الحوار الاعلام الكبير تركي الدخيل الان على ميكس بزنس ناخذ بريك سريع ونرجع لكم خليكم معنا ميكس بزنس برعايه معاهد وول ستريت انجلش غير مستقبلك ميكس بزنس برعاية معاهد وول ستريت انجلش يا اهلا يا اهلا ويا سهلا يا سهلا ويا مرحبا بكم في برنامج ميكس بزنس مع حلمي كل يوم اثنين الساعة اثنين والان معانا تخيلوا مين معانا ملك الحوار كيف ملك الحوار يكون يحاور كيف يحاور ملك الحوار الاستاذ الاعلام الكبير تركي الدخيل استاذ تركي ما زلت معنا اظن كنا نتكلم قبل الفاصل على رؤية الاختلاف وكيف الناس ينظرون لبعض بتصنيفات وانه المفروض ان احنا ما نصنف بعض وانه نكتشف بعض قبل أن نحكم بس إذا تسمح لي أستاذ حمد طبعا يا أخي في ثقافة نحتاج أن نتعلمها وما يمنع أن نتعلمها حتى على كبر يعني مش بالضرورة لا نتعلم الأشياء إلا ونحن صغار وهي ثقافة أن اللي ما يعجبك تقول ما يعجبني ما تقول وعي شيء ما عجبك يعني إحنا عندنا مضطرين أن نتحدث عن الأذواق باعتبارها صح وخطأ أبيض أو أسود أبيض أو أسود اللي ما يعجبك ما نادر ما تلقى أحد يتربى ويربي نفسه ويربي أولاده على أنه يقول هذا ما يعجبني يقول لك هذا شين هذا سيء هو ما يعجبه بس يصدر حكم ويتجاوز في إصدار الحكم أحيانا إلى اعتبار أن من يعجبه هذا الموضوع ما عنده ذوق شوف تلقاك الاختلافات أحيانا تصير مضحكة يعني على اللون على فرق كورة على فرق كورة يعني قصة أكبر هي تعصب شديد بس ما يصير الواحد عنده استعداد يقول لك أنا يعجبني هذا وهذا ما يعجبني يقول لك لا أنا هذا اللي يعجبني هو الصح والحق المحض اللي ما سواه قلة في الذوق هذه الإشكالية الرئيسية لكلما استطاع الإنسان أن يهذب هذه الخصلة فيه كلما استطاع كلما أصبح أكثر إنصافا واعتدالا وانفتاحا لرؤية الأشياء بمعيار وأفق أوسع تحس نفسك أنك أنت ما تحكم على الناس يا أستاذ تركي ما في أحد ما يحكم على الناس بس العاقل اللي دائما يراجع نفسه ويرجع كل ما حكم على أحد يقول لا أنا أصدرت حكم يراجع نفسه مفروض أني ما أصدر هذا الحكم مفروض أنه أنا تجاوزت على حالي أنا لو كنت محل هذا الشخص ما كنت سأسر بأن يصدر علي أحد حكم وبالتالي يبدأ يعني كل من مثلاً فترة إلى فترة حكمت علي مثلاً دحين عليك أنت إنه أنا غير أنه أحلى يعني إنه لا أحلى وأجمل وأعجبني التناسق في لبسك ما بين القميص الأخضر والجزمة الفوشي كيف تتحمل كيف يا أبو عبد الله تتحمل الحش الشديد اليومي يعني ما بين ما شاء الله انت من التوب 10 في العالم العربي في 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 تويتر وفي السوشيال ميديا جدا نشيط انستغرام وكيك بيجيك يعني صراحه نقرا انا بحزن عليك صراحه لما نقرا الحش والنقد الشديد اللاذع كيف بتتحمل يعني يجب ان يكون الانسان ايضا عاقل ومنصف النظر الى الاشياء ليش نبعد عن كل الثناء والمديح نعم. أحيانا والتبجيل الزايد صحيح. أحيانا صحيح. وتشوف الناس لما تدخل المطعم يمكن أنا وياك كنا في مطعم اليوم نعم. يمكن صور معنا عشرات الأشخاص صحيح. طيب ليش هذا كله ما أعتبره جانب إيجابي وناس طبيعيين وتصرفوا بطبائعهم صحيح. وأنه هذا كله جانب إيجابي في مقابل واحد فيصبرك هذا يصبرك على أنا أعتقد أنه أنت بمجرد ما تطرح منتجك أمام الناس يجب أن تكون مستعدا لقبول الناس أنا ما عندي أي احتجاج أنه واحد يقول ما يعجبني تركي أو تركي مش كويس
اللي يحز في نفسي أن نجد أنفسنا ننحدر بلغة الحوار فتختلف مع واحد على جانب ذوقي. أشوفك مثلا تأكل بيض عيون وأجي أقول بصراحة أنت قليل أدب وش الذوق ذا؟ مو بش الذوق ذا، أقوم أسبك. أوف. هذا اللي تجد فيه أحيانا انحدار. ولذلك أنا كنت أقول تطرف هذا في المشاعر، لا وقلة أدب أحيانا، يعني استخدام بعض الألفاظ غير اللائقة يعني ما له أي معنى، ما يدل إلا على قلة في التربية وقلة في الأدب. هذا الذي أحزن فيه على من يمارس قلة الأدب. ولا أنا بالنسبة لي ما عندي يعني أنت حتى لو تبي تتأمل أعظم الأنبياء والمفكرين والقادة والمخترعين وأفضل الناس اللي سووا تغيير في العالم كان في ردود أفعال شديدة جدا. صح. الفرق أنه إحنا اليوم من خلال وسائل التواصل الاجتماعي خلتنا نشوف هذه كلها تطلع على السطح. صح صح. فهذا هو الفرق. وكيف أنت تحفز نفسك بنفسك؟ أحفز نفسي، أعتقد أنه لازم تسوي شيء، لازم تنتج. هؤلاء الناس اللي أحيانا يثقون بك، اللي يعبرون لك عن إعجابهم، اللي يقولون لك بيض الله وجهك ما قصرت، يضعونك أمام مسؤولية أن تستمر وأن تكون أفضل وأن تطور من نفسك. هذا يكفي، يعني أن تستيقظ صباحا وأنت تريد هذا الصباح الجديد، هذه الشمس التي الله تفضل عليك بأن تعيش يوما جديدا، يقتضي منك أن تكون جديدا، إنسان جديد متطور، تحاول أنك تطور حالك، تحافظ على ما حققته من إنجاز وتحاول أن تتطور أكثر. هناك من يختلف معك على معطياتك وما تطرحه، بطبيعة الحال لا يمكن أن تحظى بإجماع الناس، لا يوجد من حظي بالإجماع، حتى المؤيدين بالوحي الإلهي كان هناك، كان يعني الأنبياء كان عندهم منافقين وكان في كفار وكان في ما كان عندهم إجماع 100%. يقولوا تحب تتفلسف يا أبو عبد الله؟ طبعا. ليش؟ شوف حلمي، هذه واحدة من الأشياء اللي إحنا عندنا تسطيح لها. لما تجي إلى تعريف الفلسفة في الأساس، عرف لي الفلسفة يا حلمي نتو. الكلام الكثير اللي في لف ودوران وكذا، معقد كذا. الفلسفة باختصار هي فكر، هي حب الحكمة أو الحكمة. محبة الحكمة. سلام. هذه تعريفات، يعني أبسط تعريف للفلسفة. سلام. الناس الذين يتحدثون عن الحكمة، عن المعرفة، عن المنطق، هؤلاء هم الفلاسفة. احنا عندنا مشكلة في مجتمعاتنا انه في فترات طويلة غيبت الفلسفة عنا، فصرنا ناخذ المعنى السطحي. زين، انه اللي يتفلسف اللي يقول كلام ما ينفهم. ايه صح، يقول كلام ما ينفهم او كلام يعني يوجع الراس ويخليك لازم تمخ تحك مخك 4-5 مرات عشان تفهم. هذا تبسيط للمعنى الحقيقي. الحقيقه ان الحكمه، المعرفه، معرفه طبائع الاشياء، هذه هي الفلسفه. فانا ما احب اتفلسف في كلام قلته لك اليوم ما اقدر تفهمه. يعني لا كان معي مترجم جايب معي، فكنت هو هذه الميزه، ما دام مترجم معك 24 ساعه فمعناته ما في فلسفه. طب انت فهمت، هل الان تحس انك انت فهمت الجنس الناعم؟ من ظن انه يفهم الجنس الاخر، سواء المراه تفهم الرجل 100% او الرجل يفهم المراه 100%، فاظن انه وصل الى قناعه خاطئه. من بداية الخلق وثمة محاولة من الجنسين لأن يفهم كل منهم الآخر، لن يصل أحد في تقديري إلى حل معادلة الجنس الآخر 100% بتفكيك المعادلة. وهذا يمكن من الأشياء اللي تخلي للحياة طعم. المهم في فرق بين الفهم والتفاهم. الفهم والتفاهم. أي. الفهم أني أفهمك 100%، أتفهمك أني أحاول أضع نفسي محلك وأقول أعرف إيش دوافعك، خليني أضربك حتى لو ماني متفق معك. حتى لو ماني متفق معك، يعني لو في حرامي زين قفز على بيت ناس وسرق، هذا فعل أحد الناس وعامتهم يجمعون على أنه فعل خطأ. جريمة. لما نجي ونقول إحنا نتفهمه، نقول والله هذا شاب عاطل ما عنده وظيفة وما مش لاقي ياكل فسوى هالشغل. هذا بس لا يعني انه خطأ، بس متفهمين. اي عرفنا دوافعه لكن لم نتفق معه. فهذا اللي نحتاجه احنا مع الجنس الاخر، والجنس الاخر يحتاجه معانا. نحتاج انه ضمن عملية التفاهم
يصير الواحد يتنازل. لو فكر الواحد دايم في كل قصة أنه يركب راسه ويحس أنه أنا اللي صح ولازم الجانب الثاني اللي يفهمني، وصلت للطريق المسدود. أوكي، مش لازم أنا دايم أنا اللي أتنازل أنا اللي أتنازل. لو قامت لازم نحس أنه إحنا في سفينة واحدة، في مركب واحد، الرجل والمرأة سفينة واحدة. مش معناته لما نحس أنه في عاصفة أنه نقعد لنا نص ساعة أنت سبب العاصفة، لا أنت سبب العاصفة، لا أنت، احنا سوا يا نحل المشكلة سوا يا حنغرق سوا. أيوة صحيح. هذا الفهم هو اللي يخلي الحياة أجمل، يخليك تعرف أن حياتك لم تكن بوصفك رجل لولا امرأة عظيمة هي والدتك، ولولا امرأة عظيمة هي أختك، ولولا امرأة عظيمة هي زوجتك، ولولا بنت عظيمة هي بنتك. صحيح. تسعى من خلال تربيتك ومحبتك لها أنها تقوم بكل هذه الأدوار، وأنها تشاطرك الحياة، وأن حياتك حتكون دردبيس لو كنت بدون وجود امرأة. What is دردبيس؟ يعني سمك لبن تمر، شيء ما له أي لا طعم ولا لون ولا رائحة. طيب أنا يعني من كلامك كده طلعت لتويت الآن يقول لك الاختلاف لا يؤدي للخلاف. تتفق يعني كده مع ليش تتفلسف أنت؟ قلت يعني أحاول أجاري يعني أسوي حركات. والحين في تعريفات على فكرة. في ناس يقول لك إنه الاختلاف غير الخلاف. أيوه. الاختلاف مع أنه يصير في وجهتي نظر ويقدر كل واحد الآخر. أوكي. الخلاف يقول لك لا أنه يعني زي اللي يتناقروا. أيه صح. وفي ناس يقول لك لا. أيه. يرجع في النهاية لتعريفات لغوية. في الغالب أنه الاختلاف والخلاف اللي نستخدمه بالمعنى اليومي هو معنى في الغالب معنى يقوم تقوم الكلمتين على ذات المعنى. ما شاء الله يا أبو عبد الله، أنت قابلت كبار 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 الشخصيات، وزراء ومراء، أدباء، مفكرين، مثقفين، واحد اسمه حلمي، لكن ما بين دول كلهم في لسه شخصية نفسك تقابلها؟ تتمنى لسه مقابلة شخصية معينة؟ والله شوف، قبل ما تسألني من هي الشخصية، لو توقفت عن الرغبة في أن أقابل شخصيات جديدة وثرية فمعناته أنك توقف الحافز عندك على القيام بدورك ومهنتك. بطبيعة الحال يجب أن يظل الحافز عندك أن تجد شخصية جيدة وفاعلة وتقول كلام كويس يطلع على الشاشة وتسوي أنت وإياها أنت والشخصية اللي مقابلة لك حوار جيد يستحق أن المشاهدين يجلسون ساعة تلفزيونية يتفرجوا عليه ولا يكون تليفونك شغال أثناء الحوار. بس في شخصية معينة يعني في بالك لسه تتمنى يعني كده تقول هذه الشخصية أنا نفسي أقابلها وأعمل حوار معها؟ في شخصيات كثيرة الحقيقة الواحد يتمنى أنه يعمل معها حوار، يختلف من وقت لوقت. كنت أقول في فترة من الفترات أنه أني كنت أتمنى حتى قبل شنق الرئيس السابق صدام حسين كنت أتمنى أني أقابل شخصية زي صدام حسين، شخصية مثيرة يعني مثيرة جدلية كبيرة. لا تريد أن تسأل صدام حسين، بطبيعة الحال كل واحد عنده مبرراته. صحيح. لولا الشرخ الذي حدث في 1990 بغزو الكويت ما تركبت المنطقة بهذا الشكل لا اقتصاديا ولا سياسيا ولا صارت كل الأشياء التي جاءت فيما بعد، فكنت تبغى تفهم. صح. الآن يمكن بعد مضي أكثر من 23 سنة أو نحو هالقبيل من هالسنوات في ناس تحلل وتحاول أنها تدرس، لكن أعتقد لو حصلت على كلام مباشر منه كان حيكون كلام جيد. لكن أنا ما أقول أن الشخصية المثيرة هي التي تتسنم ذروة عمل سياسي. أحيانا الضيف الأفضل يكون في وظيفة عادية جدا، يعني ممكن يكون حارس عمارة أو بواب عمارة أو واحد يغسل سيارات في منطقة حدث هو أهم من وزراء ورؤساء وزارات لأنه صار شاهد عيان في هذا الوقت. الحدث اللي يحدث الحدث، فهو يملك من المعلومات أكثر مما يملكه شخص تفترض أنه منصبه أكبر أو أعلى. أكيد بيجيك ده سؤال كثير أنه أكثر شخصية يعني انبسط في مقابلتها وتمتعت، وكنت دائما أرفض الإجابة عليه لأني أحاول أني ما أبدي وجهة نظري في ضيوفي حتى ما يكون عندي موقف. صحيح. سلبي أو إيجابي تجاههم. أحاول أن أكون موضوعي تجاههم، أعتقد أنهم
كلهم يستحقون الظهور. أنا مستعد أن أدافع عن أي واحد جبته. ليش جبته؟ بناء على مقاييس إعلامية. لماذا كان ضيفا وفق المقاييس اللي احنا حاطينها؟ وأقول لكثير من الناس أحيانا يقترحون ضيوف، عدم ظهور فلان من الناس في إضاءة لا يعني أنه هو أقل من 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 دوره أو من أهميته، إنما قد لا يكون مناسبا لهذا البرنامج في هذا الوقت. ما زلنا مع الإعلام الكبير تركي الدخيل في برنامج ميكس بزنس، وحناخذ فاصل سريع وحنرجع نتكلم في شيء مرة مهم، الفلوس وما أدراك ما الفلوس. خليكم معنا. ميكس بزنس برعاية معاهد وول ستريت إنجليش، غير مستقبلك. ميكس بزنس برعاية معاهد وول ستريت إنجليش. يا اهلا يا اهلا ويا سهلا يا سهلا ويا مرحبا بكم برنامج ميكس بزنس مع حلمي كل يوم اثنين الساعه 2. يا سعادتنا ويا فرحتنا بوجود الاستاذ الاعلام الكبير تركي الدخيل في برنامجنا الان في حلقه مسجله، وحنتكلم الان مع رجل الاعمال تركي الدخيل. يعني هو رجل اقوال والان صار رجل اعمال. مبروك ابو عبد الله، بدات يعني تدخل في الاموال، الله يعينك. يعني شكلها صعبة الحين، خلصنا مصيت ولا الغنى؟ مصيت أسهل يا أبو عبد الله. مصيت أسهل واجد صح؟ اي والله. لا أول شيء ما حصلنا الغنى. اللي ما يعرفوا ناس كثير اللي ما يعرفوا ناس كثير عنك هو انك صاحب دار نشر مدارك الشهيره، ودار دار مدارك يعني دار نشر قصه نجاح رائعه، ونبقى تحكين عنها كيف ولماذا وكم والى اين. والله مدارك بدات فكره بسيطه انه في حس مساحات يمكن ان تعبأ في عالم النشر في العالم العربي، تغطي الكتاب العربي. وقلنا ليش ما يكون السعوديين والخليجيين ناشرين؟ ليش تظل هذه المهنة حكرا على أساتذة وأخوة لنا هم عرب الشمال ممثلين بالمصريين واللبنانيين والسوريين، هم اللي أسسوا هذه ونحوهم، هم ما في شك أنهم أساتذة وأباطرة في هذا المجال. لكن تغيرت المقاييس، كان أول يقولون فيه عرب المحور أو المركز اللي هم عرب الشمال مصر والشام سواء سوريا وفلسطين ولبنان والعراق، وعرب الأطراف ويصنفون دول الخليج العربي والجزيرة العربية على أنهم عرب الأطراف. ما أشوف أنه إحنا يعني تغيرت نظرية المحور والأطراف الأصل والفرع. نسبة التعليم اللي توصل لها السعوديين والخليجيين إجمالا، الوعي، الثقافة، أصبح الكتاب معرض الكتاب في السعودية منذ 10 سنوات وهو الأكثر إغراء لأي ناشر عربي. هذا خلاني بصراحة أفكر بالموضوع بجدية. أنا معلش هقاطعك، يعني زي لما أنت تقاطع ضيوف، فمعلش يعني أنت متعود أكيد حبيبي. صحيح متعود عليك. بس هو انه انت جيت في وقت في مدارك انه الكتاب كان في نزول، يعني كان في عزوف عن الكتب، ما هو يعني لعدم الشراء تماما، لكن في ضعف اقبال. لكن سبحان الله المدارك رفعت السوق، يعني ما شاء الله كنا نشوف دائما اللي حضر المعرض او شاف الصور على السوشيال ميديا وعلى تويتر والشبكات الاجتماعيه، انه شيء ما شاء الله، يعني كانه المعرض هو معرض مدارك وليس معرض كتاب. فايش اللي انتوا ايش الوصفه اللي غيرتوها في 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 هذا السوق الكتاب اللي رجعته الاقبال والشراء الكبير من الناس؟ شوف يا سيدي، اول شيء لا يمكن التسليم بنظريه انه في عزوف عن القراءه. الفرق اول شيء فيه جيل جديد. اذا كنا نقول انه 89% من عدد السكان في المملكه العربيه السعوديه تحديدا ودول الخليج عندها نسب مشاهده 89% تحت 30 سنه، واو، هذولا هم الجيل الجديد. هذولا هم عماد الأمة. معناته في منطق جديد. كنت يعني أتحدث مع كثير من المؤلفين الذين كانوا يقولون أنه يا أخي الناس يقول لك في عزوف على الكتاب، الحقيقة أنه في قراءة. لما تجي مثلا، أنا لما أضرب لك نسب مدارك والباقيين عندهم مبيعات، يمكن مدارك الحمد لله كانت من أبرز الناس اللي تبيع في معرض الرياض ومعرض ثانية، لكن الباقيين عندهم مبيعات ولا ما يجون؟ ليش الناس تقاتل على معرض الرياض؟ صحيح. ففي قراء، لكن كيف تستطيع أن تصل لهم؟ كيف تستطيع أن تقدم لهم مادة مختلفة؟ اللي احنا حرصنا عليه في مدارك أنه جزء من أنه أول شيء نركز على شريحة من 12 إلى 30 سنة،
ومما أزهو به وأفتخر به أنه كثير من الناس الذين بدأوا القراءة، أول كتاب يقرونه خارج المنهج الدراسي كان في كتب مدارك، فهذه بصراحة يعني لو لم يكن لي فخرا إلا هذه لكفتني. أنا والله أول مرة أقرأ، أول مرة تقرأ المدارك رواية منها. شكرا جزيلا، هذه هذا شرف، شرف لمدارك وشرف لي وكثير من الناس على هذا ال فإحنا ركزنا على هذه الشريحة، حرصنا أنه معظم الكتب، عندنا كتب تختلف عن هذا الإطار، معظم الكتب تكون كتب لا تتجاوز 250 صفحة خفيفة وأنه يصير عندنا الكتاب الخفيف. إحنا نحتاج نبدأ مع القارئ الجديد اللي يتعلم القراءة وحتى الأسعار، وبعدين ممكن إذا طلع ممكن يروح إلى نوعية كتب مختلفة على اعتبار أن هذه هي المرحلة الأولى التي تحتاج أن تبدأ فيها وبعدين تطلع المراحل الثانية. الحمد لله واستقطبنا كمان مؤلفين شباب من الجنسين، شباب وبنات من السعودية والخليج، ركزنا عليهم. عندنا أسماء أيضا لامعة من العالم العربي، لكن ركزنا على الشباب السعوديين والبنات السعوديين المؤلفات. يعني ناخذ أسامي من اللي ما شاء الله عندكم. عندنا مثلا ياسر حرب من الإمارات، عنده بيكاسو وستاربكس من أكثر الكتب مبيعا. وصايا، عندنا وصايا محمد رطيان، عنده وصايا من أكثر الكتب مبيعا. عندنا مثلا عبدالله المغلوث، عنده كخة يا بابا 47 دقيقة، 50 طبعة ما شاء الله. ما شاء الله يعني. وفي الأخير حق أوروبا. وبعدين عندنا عبدالله الجمعة وهو أحد نجومنا الجدد، عنده كتاب حكاية سعودي في أوروبا رائع، طبع له تقريبا أكثر من 20-25 طبعة ما شاء الله. وعندنا سارة مطر مثلا في قبيلة تدعى سارة وعندها كتاب جديد. وعندنا طبعا مؤلفين ثقال، يوسف زيدان، عندنا رشيد خيون، دكتور رشيد خيون، وأسماء كثيرة لا يحضرني الحقيقة. صحيح. يعني يوسف المحيميد، أسماء كثيرة لا يحضرني. يعني الجميل أنك أنت ما أخذت، يعني أنت كان عندك كبار المفكرين والكتاب والمثقفين، وأخذت الشباب، يعني ما أخذت اللي هم كانوا في برنامجك، حتى أخذت الشباب اللي هم يعتبروا نجوم يعني جدد في عالم الكتاب زي مغلوث الكتاب الجديد حق حكاية سعودي في الجمعة. الجمعة عندهم تجارب كم كتاب قبل، لكن عندنا ناس، يعني عندنا مثلا هادي فقيهي أول كتاب وعمره 22 سنة احتفل بكتابه الذي أصدرناه، نازح من جازان، قبل أن يحتفل ب 22 بعيد ميلاده 22، وكانت بصراحة يعني شغلة تدعوني أنا شخصيا للفخر. وكان الكتاب كتاب جميل وقدم، والحمد لله عندنا مجموعة من الكتب. كم المبيعات عندكم تقريبا من عندنا يا سيدي 2010، احنا بدينا 2010 ما شاء الله. 2010 2010 بدينا، في 2010 بعنا 21,960 نسخة ما شاء الله كتاب، عدد كتب تمام. 2011 طبعا كانت عدد الكتب في 2010 أقل في مدارك، في 2011 وصل عدد الكتب التي بعناها طبعا سواء في المعارض أو في التوزيع من خلال المكتبات الثانية إلى 100,000 و1,608، خمسة ضعف تقريبا ما شاء الله تقريبا. في 2012 ضعفنا هذا العدد إلى 216,227 نسخة كتاب ما شاء الله. الآن احنا في منتصف 2013 ما يعني في النص الأول منه، حتى الآن عندنا تقريبا 180,000 كتاب ما شاء الله تبارك. يعني أعتقد أنه ممكن إن شاء الله نكسر رقم 2012 في أشهر قليلة. طب فيها فلوس يا عبد الله دي الشغلة؟ شوف ما في شيء ما في فلوس، بس أنه دورة الفلوس في الكتاب دورة طويلة. يعني أنت عشان تعطي المكتبة توزع لك وعلى التصريف وعلى بال ما تدفع لك كل 4 شهور 5 شهور وتعطيك من اللي انباع، فدورة الدورة المالية طويلة. فهو ليس استثمار، مش شغلة تحط الفلوسك فيها اليوم الأسبوع الجاي تجيك الفلوس فيها. لكن واحدة من الشغلات اللي نفتخر فيها الحقيقة وسعيدين فيها إلى حد كبير هي أننا من دور النشر القليلة المعدودة على الأصابع في العالم العربي اللي ما ناخذ ولا ريال من المؤلف.
ما تاخذه، ما ناخذ ولا ريال من المؤلف. اما ان نقبل الكتاب وبعدين نعطيه نسبه من الارباح وندفع احنا، ندخل كل التكاليف ولا كل التكاليف، او ما ناخذ الكتاب، نقول والله الكتاب احنا نشوف لظروف تسويقيه انه ما يناسبنا، وهذه مغامره فيها طبعا. الفرق انه معظم الاخوه الناشرين، وخصوصا الناشرين اللي من عرب الشمال، يتعاطون مع المؤلف السعودي بالذات بأنه صراف يمشي على الأرض، فيجي يمسك لك الكتاب ويفر لك إياه ويقول لك إياه بيكلفك 5,000 دولار، 20,000 ريال، فتقوم أنت مؤلف وتدفع الفلوس. أنا ما ألومه وألومه بنفس الوقت الناشر، لأنه هو ما يعرف، ممكن الكتاب يمشي وممكن ما يمشي، ليش يدفع 20,000 ريال على الكتاب طباعة وما يعرف يوزع ولا ما يوزع؟ لكن قلنا احنا انه احنا نحتاج ان نراهن على ابنائنا، على سوقنا، وما في تجارة في النهاية تدخلها وانت تضمن فيها ارباح، لازم يصير فيها احيانا جانب من المخاطرة. انت مغامر يعني يا ابو عبد الله؟ والله هذا المشروع مشروع مغامرة 100%. واو واو. طب ما كان اشتريت لك عمارة وريحت دماغك انا اظن يعني ما ابغى اطلع كاني مناضل او بطل، لكن انا اظن انه كل واحد عنده مسؤوليه اجتماعيه حتى من خلال بعض الاعمال اللي يقوم فيها. جزء من المسؤوليه اللي يعني يتحتم علي انا اني اسويها اني ادعم الشباب والبنات السعوديين والخليجيين والعرب في انهم يساهمون انك توفر لهم، اذا قبلت توفر لهم طباعة جيدة، تسويق جيد، اهتمام، وهذا من الشغلات الجديدة انه احنا من دور النشر القليلة التي اهتمت بالسوشيال نتورك. عندنا يا سيدي عندنا يوزرات فاعلة تابعة للدار في تويتر، في يوتيوب، نحاول في فيسبوك، في جوجل بلس. فمعظم المكتبات العربية لا تقوم بهذه الأدوار. هذا السبب كمان انه ما يقدر، ما عنده ما هو مضطر يزيد المصاريف ويفرغ ناس عشان يشتغلوا على كل هالشغل. يقول لك لا انا ما عندي، خلني العب على المضمون وقلل عدد العاملين عندي. احنا حاولنا ندخل لي جانب جديد لاننا قاعدين نخاطب هالشريحه اللي هذا هو ميدانها، فقلنا لازم نخاطبها من خلال الوسائل اللي تتعاطى معها. وانتم يعني كمان عندكم فكره انه تحبوا تخلوا الاسعار ما هي غاليه عشان تنشروا يعني احنا نحاول احنا الحقيقه نحاول قد ما نقدر انه ننزل بالاسعار شوي، لانه انا فكرتي اقول يا جماعه خلونا نربح ربح اقل على مبيعات اكثر. أيوة. احسن من انه نربح نسبه عاليه من الربح في مبيعات اقل. نتواصل مع الناس، نوصل للناس الكتب، الناس يصير عندها محبه لك ولدارك وتبني انت ولاءات معها. ومعليش الله يبارك لك بالنسبه القليله. احسن من انه والله ارفع النسبه مقابل انه ما ابيع الا العدد اقل. وهل ناويين تروحوا على الاي بوكس اللي هي الكتب الالكترونيه او المسموعه؟ احنا نعطي كثير من منافذ التسويق الالكترونيه كتبنا موجوده في منافذ كثيره. اي بوكس يعني داونلود، تنعمل داونلود من خلال الابس، من خلال اكثر من تطبيقات تستطيع. وحتصير مسموعه كمان؟ عندنا بعض الكتب مسموعه، والان ايضا نعمل على تحويل بعض الكتب الى كتب مسموعه. وشغالين في هذا المجال، نتمنى ان شاء الله انه نخطو خطوات اكبر في هالجانب. طيب ايضا عندك ما شاء الله شركه اخرى اللي هي دراسات اسمها المسبار. اي مركز المسبار للدراسات. ايش تبيعوا انتم؟ ما احنا فاهمين ايش الحكايه. نبيع دراسات. ايش يعني يعني لان الكتب اللي بتطلع ودراسات بتطلع يعني كثير مختلفه في اتجاهات كثيره سياسيه ودينيه ومذهبيه. عندنا احنا مركزين على الموضوع الاسلامي. اي من احداث 11 سبتمبر صار الموضوع الإسلامي موضوع رئيس في نشرة الأخبار. صحيح. وفي العالم. أي. صار جزء يحتل جزء كبير من خارطة الأخبار. الفارق أنه الناس لا تعرف في هذا الموضوع الكثير. جينا احنا وركزنا على هذا الموضوع، صار عندنا دراسات في الجماعات الإسلامية. بعدين أصبحنا عندنا اشتراكات في الأساس. بعدين أصبحنا بعد سنتين 3 سنوات من نشر هذه ننشرها في كتب موجودة، والآن أيضا مدارك توزع للمسبار. بالعادة نركز على ملف واحد ونستكتب فيه من 10 إلى 15 باحث يكتبون في نفس هذا الموضوع في جماعة معينة من وجوه مختلفة. أحيانا بعض الباحثين ينتمون لنفس أصحاب هذه الجماعة، ولذلك قد تجد دراستين. مين اللي اشتروا هذه ومين اللي
احتاجها مراكز الدراسات تحتاجها الحكومات تحتاجها بعض الأفراد عندنا الإعلام الصحف عندنا اشتراكات من صحف كثيرة للأسف احنا ما نقدر يعني شغل مراكز الدراسات كثيرا صحيح احنا صحيح لكن يوم بعد يوم الأشياء تتطور صحيح. الحوار ممتع مع ملك الحوار الإعلام الكبير تركي الدخيل الآن على ميكس بيزنس. ناخذ بريك سريع ونرجع لكم, خليكم معنا. ميكس بيزنس برعاية معاهد وول ستريت انجليش, غير مستقبلك. ميكس بيزنس برعاية معاهد وول ستريت انجليش. يا اهلا يا اهلا ويا سهلا يا سهلا يا مرحبا بكم برنامج ميكس بيزنس مع حلمي كل يوم اثنين الساعه 2. ما زال معانا الاعلام الكبير الاستاذ تركي الدخيل, واللي ما يعرف تركي الدخيل يعني لا يسمع. ابو عبد الله مشرفنا. والله خليه يسمع يا اخي. لا يا شيخ بس اذا تسمح لي, بس انا عندي تحفظ شوي على الكبير كل مره بقول لك الكبير الكبير الكبير. طب الصغير نقول ولا قلت تركي الدخيل وتكفي يعني. تركي الدخيل وتكفي يعني انت قلت لي انه ما شاء الله يعني في شخصيات اللي تبدا حنمحي دي شويه. دقيقه عيد السؤال. استاذ تركي الدخيل, ايش هو حلمك اللي نفسك اللي ما يتحقق؟ حلمي يتحقق اني اجلس معك في حوار الحقيقه. فرفه صغيره زي دي والله شيء متعب. خصوصا انكم مسكرين المكيف علشان الصوت. اي والله وحر درجه الحراره 6000. اغرب موقف صار في مهنتك او في برنامجك ايش هو؟ في برنامجي ما في مواقف كانت الحمد لله غريبه يعني. هو شوف التلفزيون شوي في تقنيات مختلفه يعني, وهذا يمكن الناس ما تنتبه له كثير. أنا أقول أنه اللي يبدو يمكن أمام الشاشة هو المذيع على اعتبار أنه النجم الوحيد. الحقيقة أنه فيه عشرات من الجهود المجهولين الجنود المجهولين اللي يسوون مجهودات, لو واحد منهم قصر صارت أزمة. يعني لو كان معك أحسن ضيف اللي استضافته تعتبر خبطة صحفية وقاعد يقول كلام من أقوى الكلام اللي نعتبره حنا بالصحافة منشتات قيسية, ومع هذا كانت الصورة سيئة أو الصوت مش واضح دمر كل الإنجاز اللي أنت سويته. صحيح صحيح. فاللي يضبط الصوت, اللي يضبط الصورة, اللي يضبط الإضاءة, هذه كلها عناصر مهمة. يصير أحيانا مشاكل مثلا أنه أثناء ما أنت تشتغل تضرب مثلا واحدة من الأنوار من الإضاءة, فتصير الإضاءات غير أقل من الإضاءات. نضطر نستنى, ومن فضل الضيوف الحقيقة علي أنهم يتقبلون هذه المشاهد أو هذه القصص اللي تصير بصدر رحب, ونجلس نستنى لما تغير. أو يصير مثلا الميكروفون مثلا البطارية اللي فيه انفضت, بعد 10 دقائق كلام تكتشف أنه لا لازم نرجع نسجل من جديد لأنه فضت. لكن واحدة من القصص الطريفة اللي مش في إضاءات اللي صارت لي خلال مسيرتي المهنية. وانت مسيرتك ما شاء الله غطيت حروب, غطيت إيفنتس, غطيت مشاكل كثير يعني من 89 الحمد لله أنا بدي الصحافة وأنا عندي 16 سنة, ما سبت مكان ما شاء الله. لكن المفارقة اللافتة وزير التعليم الحالي الأمير فيصل بن عبد الله كان رئيس اتحاد الفروسية. فأنا رحت لمه في جدة أبغى أعمل معه مقابلة, سلمت عليه وقلت له, قال لي طيب تفضل. فأنا أبغى أشغل المسجل, قمت دست على المسجل. تعرف أحيانا ضغط التسجيل ما الزر الأحمر حق التسجيل ما يشبك فيس بس يشتغل البلاي. أيوه مو زي دحين كله لمس وحركة. فشغلت طلعت أم كلثوم تغني. طبعا أنا كان عندي دورت كاسيت ما لقيت فاضي, لقيت عندي كاسيت أم كلثوم قلت بشتري بداله. فقال لي يا ابني, أنا كان عمري ذاك الوقت 17 سنة, يا ابني بصراحة ما أظن أنه أنا بقول كلام أجمل من كلام أم كلثوم, حرام بصراحة نسجل على شريط أم كلثوم. فأنا تلعثمت وتلخبط, قلت لا بس يعني ممكن بس ألقى شريط ثاني. قال لي لا جيبوا لنا شريط, ووصى واحد جاب شريط وسجلنا عليه. ذكر القصة الأمير في
لقاء مع جريدة الوطن، لقاء مع الصحفيين قبل تقريبا بضعة أشهر، وأرسله لي أحد الأصدقاء الأعزاء من جريدة الوطن مسجلة. وهذه من الأشياء مثلا اللي أحيانا تصير غريبة، من القصص اللي أحيانا تصير عندك أنك تصير تسجل مقابلة مع ضيف مهم، تعبت لين ما توصل له ولين ما يوافق، وبعدين تكتشف أنه التسجيل ما كان كويس. صارت هذه مع وزير الداخلية الإيراني علي نوري في تقريبا التسعينات، منتصف التسعينات، كنت صحفي سياسي في جريدة الحياة. سجلت وكان التسجيل مش كويس، بس اللي نفعني انه كان في مترجم، فكان المترجم يكتب عشان يترجم، فرجعت للمترجم واخذت كل الترجمه حقته، ولا كان التسجيل سيء جدا. وهذا درس الواحد مفروض يتعلمه، انه انت لازم تحضر حالك، تاكد من شريطك، تاكد من، يعني ما تخلي الناس عرضه لاخطاء عارضه لا معنى لها. استاذ تركي الدخيل، ايش السؤال اللي طول عمرك تمنيت احد يسالك هو؟ ما اظن في اسئله، يعني الأسئلة صارت مشاعة أستاذ حلمي الحين، مع صار يعني مع تويتر، مع الإيميلز، مع وسائل التواصل الاجتماعي، صارت الأسئلة تطرح عليك كل يوم، فما في سؤال أعتقد أنه سؤال مستغلق أو لغز أو لم يطرح. أعتقد أنه كل الأسئلة تطرح، وأنا أقول أنه من حق الناس أن تسأل ما تريد، صح، وأنت من حقك أن تجيب أو لا تجيب، صح، هم يملكون السؤال، حق السؤال، وأنت تملك حق الإجابة. أهم درس في حياتك إلى الآن؟ أهم درس في حياتي هو ما تعلمته بعد وفاة والدتي رحمه الله. الله يرحمه. السيدة مزنة طلعت الشان، أمي الله يغفر لها توفيت وهي صغيرة في الخمسينات، ومن نعمة الله علي أنه أنذرني بوفاتها، لأنها مرضت لسنوات قبل وفاتها. الدرس الذي تعلمته أننا لا يجب أن نفرط بلحظات الفرح والمحبة لمن نحبهم، وخصوصا إذا كانوا أحد الوالدين، أم وأبا. الدرس الذي أحاول أن أبثه لكل من أقابله: لديك فرصة إذا كانت والدتك حية على قيد الحياة، والدك حية على قيد الحياة، وهي لا تفرط في لحظات وجوده، قبلهم، عانقهم، قبل قدمها، غنج والدتك، دلعها، امزح معها، اهدها، وسع صدرها، طلعها، ودها المطعم، تعامل معها كما لو كانت حبيبتك، وهي كذلك وزيادة، التي تنتظر هذا الموعد معها. هذه اللحظات هي التي تبقى. معليش لازم أقول لأمي شيء. أمي أنا أحبك. الله يخلي لك إياها. حتى أنا أحب أمك. الله يسلمك. تحبني أنا؟ طيب أحبك أنت. أمك الدكتورة عائشة نتو يعني سيدة لا بد أن تذكر فتشكر، سيدة من سيدات المجتمع اللي الله يحفظها، تبث الإيجابية والخير في كل فئات الناس، وتعمل لصالح المجتمع، وكأنها يعني أكثر من ما تعمل لأولادها. الله يسلمك، شكرا، الله يعطيك العافية. هذه 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 من النماذج الحقيقة، أنا ما أقول عشان أمك، من النماذج التي يجب أننا نقتدي فيها، لأنها بصراحة لم تعد نماذج كثيرة مع شديد الأسف. الله يعطيك العافية. طيب نحن وصلنا قربنا للنهاية، فبنعرف أنت ملول. عندي جانب ملل لكني أحاول أتجاوزه. حبيب؟ حبيب بمعنى حبيب رومانسي. يعني رومانسي. والله ماني بجلف، بس ماني برومانسي لهالدرجة. متحرر؟ متحرر من العادات البالية اللي ما لها معنى، بس مش متحرر من القيم. مقتصد؟ احيانا مقتصد، واحيانا مخروم ايضا. عصبي؟ من استغضب ليغضب، فلم يغضب فهو حمار. لطيف. منظم؟ احيانا وفوضوي احيانا اكثر. تحب السوشي؟ زين. ما اكره. سلام. متفائل؟ جدا. مثقف؟ انا ما احب اني اوصف اني مثقف، احب اني اوصف اني صحفي. طيب. ما عندي مشكله مع فكره الثقافه، لكن قصتي ومهنتي التي ولدت أظن لأكون عليها هي الصحافة. تحب القديم ولا الجديد؟ أحب الاثنين. تحبني أنا كمان؟ أنت تصنف نفسك قديم ولا جديد؟ أنا زي ما تبغى. أحبك أنت كمان. الله يسلمك. آخر سؤال أستاذ تركي الدخيل،
أنا حلمي، أنت إيش حلمك؟ تحقق حلمي بأن أكون معك في حوار أنت تديره. أنا حلمي الحقيقة أن أكون، أن يتيح الله سبحانه وتعالى لي فرصة أن أكون بابا مفتوحا للناس. كلما كنت تفتح النوافذ والأبواب للناس، تتيح الفرص لهم، كل ما كان هذا خير لك أنت. الناس سيمرون من بابك أو من باب غيرك، فلما لا يكون من بابك؟ أتمنى أن أكون بابا مفتوحا للناس. يا سلام، يا رب يحقق لك أمانيك كلها ويحقق لك حلمك. الله يسلم. كان معنا الأستاذ الكبير الإعلامي أستاذ تركي الدخيل. بدون الكبير، بدون الكبير، أستاذ تركي الدخيل فقط لا غير. الإعلام التركي الدخيل كان معنا في برنامج ميكس بيزنس مع حلمي كل يوم اثنين الساعة 2. أنا أظن بعد كده شكلي أنا هعتزل، يعني خلاص كده ختمت على الضيوف. أحسن ضيف جانا أتمنى أن يكون قدمت للسيدات والسادة المستمعين ما يليق بوقتهم، وشاكر لك فضل هالاستضافة. الله يسلمك، شكرا جزيلا، وشكرا لكم مستمعين الكرام، دمتم بخير، مع السلامة. ميكس بيزنس برعاية معاهد وول ستريت إنجليش، غير مستقبلك.